في أهداف لا يمكن تنسى، من ضمن هذه الأهداف هدف خالد بيبو في أيام ستة، سجلنا 6-1، هدف دي الهدف السادس كان له رونق غريب وعجيب وهدف لا يمكن ينسى. أما كتير بس المنسوب دلوقتي هدف أسامة حسني في الزمالك الجول الرابع في الكاس، انعكس 4-3. في أجوان كتير يعني، كل جون من لعبة الأهلي كان دي ذكرى معايا، وبالأخص يعني جون بتاع كابتن الخطيب بتاع ماتش 4-2، هو هدف الكابتن محمود الخطيب في مباراة 4-2. هدف إيفونا لما في مدحت شلبي بعد وست ثلاثة. في أهداف كتيرة قوي بالنسبة لأحرزها الأهلي في الزمالك، يعني أنا راجل كبير شوية في السن، في أول هدف أفتكره هدف الخطيب في ماتش 4-2 في الكاس، دوت كان هدف جميل جدا جدا. الخطيب كان خطيب مفروض ما تقريبا كان مصاب أو حاجة زي كده، وبعدين هيدوكوتي نزله فكان فضل على الماتش حوالي ربع ساعة، حول الماتش وبعد كده جاب عبد الحميد جاب جون وانتهت نتيجة 4-2، وكانت فرحة كبيرة جدا جدا بالنسبة لجماهير الأهلي. الجون بتاع بركات لما جاب جون في آخر دقيقة خالص ماتش، لما اتعادلنا 3-3 في آخر الماتش، كنا خسرانين 3-2 وبركات جاب جون اتعادلنا على طول في آخر الماتش.